القهوه شربوا مباركه بصحه استاذ ما دابا كاين شي شويه ديال هذا مع الناس خلصت مع جامعه جات مع رمضان الناس كيبغيو يديروا شويه ديال الشهيوات ديال رمضان ديال العواشر كاين الناس كيبغيو يفطروا باكا كاين شويه ديال البريوات المهم والشباكيه المهم دابا كاين شويه ديال الاقبال مع هاد العواشر دابا الورقه شويه دابا عليها هاد السيمانه ضروره كاين الخدمه كثيره شويه مع الناس دابا جات مع رمضان كيبغيو يعمروا يديروا في ثلاجة هذا ما عندهمش الوقت كنتمنى ان شاء الله رمضان يدخل بالصحه والسلامه والعافيه على المواطنين وعندنا الحمد لله الجوده وعندنا اقبال على الحلواج خصوص الشباكيه والبريوات ديال اللوز وثمن مناسب معروفين الحمد لله الكلي عندنا الكليان ديالنا وثمن مناسب 28 يعني ماشي شي ثمن سميتو البريوات وعندنا الورقه وكاين عندنا الحمد لله كاين الجوده وكاين الاقبال ورمضان كريم على الجميع ان شاء الله الرحمن الرحيم. اجواء ديال رمضان خويا زوينه الناس شي عقل مو معانا شي بغاو الريب بالجبن الحلاوه حرشه الملاوي داكشي داكشي خدام مسير مزيان وهذا الشهر هذا مميز على السنه بالنسبه للعباده بالنسبه للتجاره بالنسبه لكل شيء والحمد لله دابا هاد البدايه عاد البدايه باقي الناس عاد يعني تنتحركوا مزيان الحمد لله كاين النشاط ناشطين الحمد لله بايعين شاريين الحمد لله وعندنا حنايا دابا تنبيعوا داكشي ديال العجائن بما فيهم الرغايف والملاوي والبغرير والحلويات المعسله شباكيه ومخرقه ومقروط بسيطلات بيتزات يعني داكشي كاع اللي تيتحط في الطاوله المغربيه الحمد لله عندنا ومرحبا بكم.